يا الكري ضياء، اهلا وسهلا فيك. عم نشوف مشاهد او هيك مقطع صغير من لو مارشي اوبوس يلي هو المعرض بالفيرسيون التاسعه تبعه. نعم. للمره التاسعه هالمره، هلا رح نعرف وين رح بيكون. خليني بس هيك ارجع نذكر الناس بفكره انشاء هالنوع من المعرض، وخليني اقول كمان انه لو مارشي اوبوس هو الترجمه العربيه لسوق البرغوث يلي نحن بنعرفه اكثر شائع. رح اقول لك اول شيء بونجور وميرسي لانه استضفتونا لنقدر نخبر عن المشروع تبعنا. هو بلش لو مارشي اوبوس سنه 2017 ببيت مري من مبادره، اذا بدك انيشاتيف بيرسونيل. حبينا انا ورئيس البلديه راي ابو شديد اللي هو عن جد اكثر واحد دعمني فيها لهيدي الخبريه، لانه كانت مثل حلم مهضوم انه نقدر نرجع نعمل مارشي اوبوس. وبلشت عملناها قدام ساحه الكنيسة ببيت مري، كنا بس 20 عارض وعملناها بس نشوف كيف بدها تكون. واستغربنا انه على 4 أيام في عنا عالم اجوا ليترلي من كل لبنان. شو حلو. وما كان في بعد انه فيسبوك وانستغرام، وكان بس العالم صارت تخبر بعد انه في شيء كثير حلو عم بيصير ببيت مري. وهذا الشيء دفعنا انه 2018 نقدر كمان نرجع نعمله. وعمل المارشي مثل سوري مثل بول دو نيج، و2019 يلي هو الصور يلي هلا شفناهم كان اول مره بنعمل معرض كبير على نطاق انه بروفيسيونيل. صار عندنا انه عالم تشتغل معنا وتساعدنا ببيروت. وكبير وكبير المارشي لبين ما وصل انه في اميسيون على فرانس 2 اسمها افير كونكلو، وهن كثير بالفينتج. في اشتر منهم اسمه ستيفان اكتشف المارشي اوبوس تبعنا بلبنان، وهيدي ثاني مره بيجي خصيصا من يشوفوا. حلو. من اليوم جاي على اكيد هو رح يكون على الافتتاحيه تبعتنا. حلو. اليوم الافتتاحيه بدي اقول نعم على الساعه 4. على الساعه 4 باقي المعرض لخمسة شهر. يعني تقريبا 5 أيام. وين بالضبط بوجه الفورم دو بيروت؟ هو آخر شارع مارم خايل قبل ما توصلي على برج حمود، في مثل تقاطع. نعم. على إيديك الشمال في باركينج كبير كانوا يعملوا فيه بالزمانات السيخ، وهلأ في معرض الزهور. دونك نحن ومعرض الزهور رح نكون مع بعض لنقدر نقدم 5 أيام حلم وسفر لللبنانيين. شو حلو. سفر لوين؟ سفر لمطرح وين انت بس بتغمضي عيونك وبتقولي لحالك هيدا احلى محل عبالي يكون فيه، هو هيدا السحر. حلو. بلشنا نشوف بعض الصور لو مارشي اوبوس، بعض الـ خليني كمان نحن عم نشوف الصور. دانيال اسالك، مين انتم العارضين؟ يعني اوكي شو بتعملوا؟ رح اقول لك، هي فكره المارشي اوبوس اللي نحن عملناها بلبنان هي انه كل بيوتنا عم باين قصص قديمه وحلوه عندهم قصص وعاشت، واوقات عم بتنكب عم ما بينعطاها قيمه. بقى نحن بنرجع بناخذهم وهالعالم بيرجعوا بيفتحوا الخزاين تبعهم والاتكس تبعهم وبيرجعوا بيعطوهم حياه ثانيه بدل ما ينكبوا مثل ما كثير اهالينا كانوا يعملوا. صحيح. عم بيعطوهم لاشخاص بيعطوهم قيمه، بيرجعوا بيعطوهم حياه حلوه وبيرجعوا بيعيشون عن جديد. حلو كتير. اللي عم نشوفه هلا مشغول من جديد هيدي اللامبادير او غطا اللامبادير القديمه، هو اللي نحن عاملينهم لانه حاطينهم نحن محاولين الباركينج اذا بدك لجنينه، بقى هو اللي حيكونوا الاضويه تبعولنا. يعني حلو. حتى هو الاباجورات قديمين لونا عليهم وحطينا حبنا عليهم تنقدر نعطيه للعالم حتى بالديتاي صغير اللي هو الضوء. كتير حلو دانيال كيف بتحكي بهالحب عن عن هالقصص الحلوة البسيطة القديمة مثل ما قلتي يلي بيقطع عليها الزمن، ما بتعود عايشة محطوطة اكلتها الغبرة وقت تنضب الكراتين. فانتو كيف تدعوا الناس يرجعوا يعني يطلعوها، وكيف بيعرفوا فيكم، كيف بيعطوكم اياها؟ يعني من 2017 لليوم صرنا مثل اذا بدك ريفرنس، لانه كنا دايما صادقين بحيالة شغلة عملناها. شو ما نقول نعمل، شو ما نوعد العالم نعملها. وقدرنا اذا بدك نفرجيهم ونخبرهم وهن لمسوا بالاكسبيريانس تبعيتهم انه عن جد الشغله يلي انت عم ترجع تطلعيها من الغبره وعم ترجع، لان اول شيء الماتيريال يلي كانوا يستعملوه قبل احسن بكثير من الماتيريال اللي نحن هلا عم نستعمله. الماتيريال اللي بوكو بلو روبوست، وبعدين الشغله هي عن جد عم بتكون يونيك مثل الشخص. يعني غير انك تشتري شغله في من 10,000 اكزامبلير من ما يكون عندك شغله واحده لحالها منقيه على الطبليه مثل ما بيقولوا. على الطبليه. حلوه. دانيال قد ايه في ناس تهتم بهالقطع؟
يعني قد ايه في ناس بتحب ترجع تحط هالقطع ببيوتها؟ بتفكري انه مش كتير، بس انا من بعد ما فتحت المحل اكتشفت قد ايه في عالم بتحب، واكتشفت انه هيدا نوع من الادمان والادمان الحلو. يعني الواحد اول مره بيشتري بيصير بده يضله هيدا، وبيصير بيجمع، وفي عندك عالم بيجمعوا سيكسيون واحده، وفي عندك عالم بيجمعوا كتير قصص. نعم. بقى هيدا هوايه اكثر من انه شوبينج، هي منه شوبينج، هي بتعبري عن انت شو بتحبي وانت شو عبالك ترجعي تعيشي. حلو. شو أكتر القطع يلي بترجع بتترمى من أول وجديد وبتعيش؟ شو أكتر شيء؟ الطاولات، الخزاين، المرايات، لأنه نوع الخشب يلي كان يشتغلوا قبل بيعقد. الحديد، الفخفورجي، الراديويات القديمة. حلو. كتير حلوين. في عندك التليفون. التليفون عم نشوفه. اكزاكتمو. يعني وشي كتير حلو بالبخشي انه بس بتشوفي اولاد صغار، في عندك اولاد عيونهم بيفتحوا بس بيشوفوا التليفون، بيوقفوا قدام التليفون ما بيعرفوا شو هو. بقى بتقولي لهم انه هيك كان يبرم، قول هالقد كان ياخد وقت للواحد يتلفين. وهون بتشوفي انه قدي قبل اوقات كانت حلوة، لانه كنا حيلا شغلة نعملها ناخد وقت ونلسلس فيها، مش مثل هلأ كله على السريع. البازيت كمان من أكثر القصص اللي كانت موجودة قبل. ايه، وهولي كتير حلوين لأنه هولي ميغانو، وهولي ثلاثة أرباعهم بينجيبوا كانوا يتقدموا أون كادو دو مارياج. 100%. وبتقلك هيدا من عرسي، هيدا من الجهاز، المنافذ أو الفاز أو اللي عم نشوفه هلأ. هولي كمان هولي نجيب، هولي سوسون دي بتيت فيغورين دو فينيز، كمان هولي نشارو من فواياج. وكل شغلة عندها قصة، كل شغلة عندها الخبرية تبعها، عندها الباسي تبعها، عندها الإيدنتيتي تبعيتها، وهذا أهم شيء. طبعا حلو كتير اللي حكيتي عنه، إنه هيدا تاريخ عم نرجع نعيده، عم نرجع نطلعه على الضوء. وقلت إنه مش بس محليا، يعني هي مش بس مقتصرة على لبنان. مين بيجيب لك من برات لبنان؟ هل انت بتروحي شخصيا؟ هل في فريق عمل؟ كيف بتصير؟ اكيد انا كثير بحب سافر، من انا وصغيره كثير بسافر. ووقت بروح اول شيء ديستنيشن بشوفها، بشوف فلي ماركت، لانه بلاقي انا انه بالفلي ماركت انت بتعرفي تاريخ البلد يلي انت فيه، من الاشياء البيرسونيل يلي العالم هي عم بتكبها وما بقى بدها اياها. انا شخص كثير بسافر، ايه بجيب كثير قصص من برا. والعارضين يلي هن، انا العارضين اللي عندي هون هن منه تجار، هن عالم مثلي ومثليك، لأن سافروا كتير وجابوا كتير قصص من برا وبيرجعوا بيبعون تا يكون في دايما إشانج. دونك الأغراض اللي نجابت تنجاب من العارضين هن، وأكيد من سفر تبعنا. ومين بيشتغل على ترميمة أو إعادة هيك؟ في عنا نشتغل أفيك ديز أتوليي، بنشتغل مع حرفية اللي هن شغلتهم. في عنا إزازين، في عنا نجارين، في عنا هي هن شغلتهم. وأهم شيء بيشتغلوا على التكنيك القديمة، مش انه سبراي ولا في عندك الشغل الحلو. اكيد اكيد حلو. طيب دانيال، مين العارضين السنة؟ هل في ناس جديد عن السنوات الماضية؟ كل سنة في عندك عالم جديدة، لانه كل سنة في عندك عالم على تجدد. هذا بده يترك بيته، هذا يلي لسوء الحظ خسر اهله بده يبيع اغراضه. يعني هو المخشي اوبيس مزبوط قصة حلوة، بس كمان في عندك هالقصة الزعلانة يلي هي مخبية، يلي المخشي اوبيس هو بحط لها كحل وبيرجع بيخليها تصير حلوة ليرجع يعطي دايما أمل. إنه في كتير عند عالم عارضين بيكونوا ما بقى عندهم حدا، وغراضهم بدل ما يكبوها يا أما يعطون العالم ما رح تقدر تستفيد منها، عم يعطوها حياة تانية. بقى من العارضين تبعولنا هون هالسنة في عنا عالم هن صاروا ديزابيتوية، بيجوا والفيزيتور بيمترون طبعا، بيقولوا هذا رح يكون وهذا رح يكون. ودايما في عنا العالم الجديد اللي هن دايما بيجوا بينكهوا هيدا المخشي، لأنه بيجيبوا قصص جديدة، إن كان غراض وإن كان خبريات جديدة. حلو. شو بتقصدي بخبريات؟ هل يعني أكيد مثل ما قلت كل قطعة عندها هويتها، عندها تاريخها، جماليتها، يعني أسطورة بتكون يعني خبرية. هل بيتخبر خبرية حول هالقطعة مثلا بقلب المعرض؟ هيدا جمال المخشي أوبيس، وهيدا الجمال وقت قلت لك إنه نحن منسفرون، لأنه العالم يلي عم بيعرضوا غراضهم هن منهم تجار، هن ما بيهمون إنه يبيعوا الغرض تبعهم قد ما هن بيهمون انه الغرض تبعهم كيل سواء ادوبتي من شخص. حلو. بقى بخبرهم انه عن جد انه هيدا وين وهيدا كيف. وانا في كثير اوقات مثلا بكون انا مني بالمحل بيبعثوا لي انه دانيال اشترينا هيدا الغرض من عندك، فيك تخبريني قصتها؟ حلو. ما بدها تاخده بس هيك، بدها تعرف شو لا قصتها.
كتير حلو. وقلتي شغلة دانيال ذكرتينا يعني ستنا وأهلنا يعني شو بون يخبرونا أنه هاي القطعة بس تقول هيدي من عرسي مثلا، ستي بتخبر مين الجيبة وليش جيبة وهو من وين وهي كيف كانت تستعملها، وأوقات بتفل هالتيتا من هالدنيا كمان بيبقى شو بيبقى القصة، بتبقى القصة بيبقى الولد متمسك بهالشي فبكون عم بيعطيه من قلبه يعني مثل ما قلتي يعني خد هالقطعة تبنيها مش اشتريها مثل ما قلتي هي وقصتها وحكايتها والفايبس تبعها يعني. قديش رح تكون مساحة هالمعرض السنة؟ يعني نحن ان تو اي بور تو رح نكون 45 عارض، في عنا 15 حرفة وفي عنا كوان نحن مسميه غورمان غورمي بس اللي هو كتير مهضوم لأنه كونفيفيال، لأنه كل هالعالم يلي رح تشوفيهم بالمعرض عندهم حب وشغف وإدمان واحد اللي هو الفينتج، دونك في كتير منهم يكون لهم كتير زمان منهم شايفين بعض بيرجعوا بيلتقوا بهذا المارشي اوبيوس. وفي عندنا سيكسيون كتير مهضومه للاولاد يعني نحن جايبين لهم جونغلور يعني بدنا بقى نشلهم هالتليفون وهالايباد من بين ايديهم، جايبين جونغلور وجايبين دي اتيليي كولورياج بيكاج يقعدوا يشتغلوا ويشغلوا شوي الكرياتيفيتي تبعيتهم يلي هي رح ترجع تخليهم يعرفوا على كبر هن شو بدهم. حلو كتير. رح يكون من 1 لـ5 شهر، من أي ساعة لأي ساعة؟ أول 3 أيام اللي هو من اليوم نبلش 4 خميس جمعة من 4 بعد الظهر للـ10 بالليل وسبت أحد عاملين لون ويكند من 10 بكرة للـ10 بالليل. حلو. بتتوقعي دانيال لو مارشي أوبيوس يجول بالعالم؟ لأنه العالم كله هلأ عم يكون موجود بلبنان. ليكي هو المارشي أوبيوس هو أصلا موجود بكل العالم. نعم. أنا العالم بحبه ليعطينا إنسبيراسيون لأقدر حسن بلدي وأعمل بلدي أحلى. كتير حلو. يعني ما بيهمني مارشي أوبيوس يظهر لبرا قد ما بيهمني إنه جديد برا على المارشي أوبيوس بلبنان. كتير حلو. بتوقع دانيال يكون في اليوم يمكن في كتير ناس لأول مرة يمكن عم بيسمعوا بالفكرة أو مثل ما قلتي أنتو صرتوا مرجع لكل شيء فينتج وهيك، ممكن عارضين من خارج لبنان يبلشوا يعني يتعاونوا معكم لعرض؟ في عنا يعني قبل مرة صارت بس كانت أكيد الأحوال يعني كان صورة لبنان إذا بدك شوي أحلى كانوا ما يخافوا يجوب عليك لأن إحنا ونقعد خان دوبلي لي زيفور، بس اكثر من انه عندنا عارضين جايين في عندنا عم بقول لك الكوليكسيونور والباير اللي هو ستيفاني اللي هو فيجور كثير مهمه برا جاي ليدعمنا، دونك ديجا بفتكر هذا لانه نوع من الدعم بيكون اللي بيعطيكم اياه ديجا انه عم بفرجي انه ديجا وجوده معنا كثير مهم لانه هو ستون سيليبريتي بس الموديستي اللي عنده اياها فظيعه، وديجا انه كو دو بوس يكون عندنا حدا هالقد مشهور يجي هيك على لبنان بس تيكون حدنا ديجا هذا الشيء بيفرجينا انه نحن على الطريق المزبوط لدائما نفرجي صورة لبنان الحلوة وانه نفرجي انه لبنان موجود هون. كتير حلو. دانيال عدا عن هالشي الحلو اللي عم تخبرينا عنه عن المارشي وعن أهمية الفكرة والاستمرارية، هيدا الإصرار يلي عندك يعني هيدا اللي بيعطينا أمل. قبل ما أنت تفوتي هلأ على الحلقة كان عنا كتير قصص عم نحكيها عن الوضع المأساوي اللي نحن عايشينه وعن تراكم الأزمة الاقتصادية وانعكاس السياسة، وفي ناس فقد الأمل بالبلد وفي ناس بدها تفل وخاصة لجان يعني يلي إذا ما عندك أمل ببكرة خلص تحبطي. عندك هيك نفحة فرح مش طبيعية من وين بتجي من هالغراض أو أنت هيدا الإصرار اللي فيك؟ رح أقلك شغلة، هو دايما وقت عندك أنت فرح كبير وهيدا هو مثل الكلون، الكلون هو بيكون جواته شوي زعلان وبيعرف أنه زعل قدي بشيع بقى بيعمل من كل شيء تا يضحك الحوالي ويضحك. أنا عارفة قدي صعب البلد قدي وضع البلد صعب وبعرف أنه نحن عايشين شيء منه هين أبدا، بس بعرف قدي الجمال حلو والفرحة حلوة والحب حلو وبيعدي بقى إجباري إني أنا ضلني هيك تا اشغل حالي واشغل حوالي معي. حلو كتير. شكرا لزيارتك لنا على الاستوديو، موفقين جود لك بالمعرض يلي بذكر ببلش اليوم بينتهي بعد 5 أيام من 1 لـ5 حد الفوروم دو بيروت. يس. شكرا لك دانيال كيريديان وأهلا وسهلا فيك.